الرحمن الرحيم، معاكم فريق Explain Yourself. عايزين النهاردة نتكلم عن الجي اي تي، نبدأ موضوع الجي اي تي مايكروبيولوجي. هو في الأول بيقولك ايه الأماكن في الجي اي تي اللي مفيهاش أو فيها نورمال فلورا. طبعا في أماكن فيها نورمال فلورا وأماكن مفيهاش. مثلا بيقولك الإسافجس والستامك والديودنم، الأماكن دي التلاتة مفهومش almost free of microbes. يعني ايه كلمة almost؟ يعني في ممكن اوقات يحصل انفكشن فيهم برضو، لكن في الشخص الطبيعي غالبا ما بيكونش فيهم مايكروبز. طيب ايه اهميتهم؟ طبعا احنا اهميتهم اتكلمنا عنها يعني باستفاضة في الجنرال، لكن هو بس بيفكرك بيقولك ان هو هنا بالذات مثلا في الانتستين بيطلعولي فيتامين زي فيتامين كي وفيتامين بي 12، بيعملوا كومبيتيشن مع الباثوجينيك اورجانيزمز. يعني يعني لو اي اورجانيزم جالي من بره، النورمال فلورا الموجوده ديت بتكمبيت معاه على بقى الاكل الموجود والاماكن اللي موجوده عشان ما يتكاثرش وما يعمليش مرض. حلو. طيب لو حصل الانفكشن ممكن يحصل في الجي اي تي من اول الماوث لغايه الانال كانال. طيب هتحصل ازاي الانفكشن؟ يا اما هيكون اورجانيزم جاي من بره، اكسوجينس باثوجين جاي لي من بره، يا الا حاجه من نورمال فلورا هي اللي تتكاثر وتعمل لي المرض. لو انا مثلا مناعتي وقعت، الاكسوجينس باثوجين بقى الحاجه اللي جايه لي من بره هتعمل لي انفكشن ازاي؟ هتعمل مالتيبليكيشن، هتتكاثر، هتطلع توكسين، وهتعمل انفيجن للميوكوزا وتخش بقى، الا تخش الدم مثلا تعملي بكتيريميا زي ما هنشوف بعد كده. طيب السلايد الجاية ديت هيقولك معلومات عامة، يعني مش معلومات عامة، هنشرح كل حتة في الجي اي تي هنقول فيها ايه الاورجانيزم الموجودة هناك. بالنسبة للماوث عندك النورمال فلورا اللي تبقى موجودة هناك هي الفيردنس ستريبتوكوكاي. الكانديدا ممكن تعملي مرض اسمه اورال تراش، هنتكلم عنه بعد كده. السليفري جلاند بيحصل فيها انفكشن بالمامس فيروس، وديت اول كلام هنبتدي. الاسوفجس احنا قلنا ان هي ما فيهاش نورمال فلورا، لكن ممكن يحصل فيها انفكشن زي ما قلنا بالكانديدا او الهيربس فيروسز. الاستومك طبعا اهم واحد هنتكلم عنه هي الهيليكوباكتر بايلوري، وفي حاجات تانية ممكن برضو تعمل لي انفكشن، سيتوميجالو فيروس، النيوكر ده فانجس او المايكوباكتيريا. بالنسبة للليفر هنقول 5 فيروسز بيعملوا لي الهيباتايتس. اما بقى بالنسبة للبالك الكبير اللي هنتكلم عنه، الانتستين سمول ولارج، بيقولك اهم نورمال فلورا عايشة هناك هي الانتيرو باكتيريسي، وديت بقى عيلة كبيرة هنتكلم عنهم. هي يا اللي قاعدة هناك كنورمال فلورا، ودولت الإيكولاي والسلمونيلا والشيجيلا واليرسينيا، دول أهم أربعة يعني هنتكلم عنهم. يا إما أصلا تخشلي حاجة من بره pathogenic organism هي اللي تعملي الديزيز. وطبعا أهم ديزيز بيجي في الأورجن ده يعني هو الدايريا، الإسهال. ماشي، تعالوا نبتدي أول موضوع اللي هو ال salivary gland infection. احنا قلنا ال mumps virus. طيب ال mumps virus ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي acute contagious non-suppurative enlargement of salivary gland. يعني ايه الكلام ده؟ يعني acute هيجي فجأة، contagious معدي جدا لكل الأشخاص اللي حواليا، non-suppurative مش هيطلع صديد، وهيعمل لي enlargement لل salivary gland. طيب هو احنا نتكلم في المرض ده عن 6 حاجات هنقولهم كلهم بالتفصيل. اول حاجة الابيديميولوجي، هو بس مجرد بيقولك معلومات عامة ان الفيروس ده بينفكت البني ادمين بس، بيخش الريسبيراتوري تراكت عن طريق الدروبلت او الكونتاكت، سواء بقى من الكحة او العطس او لما تحط ايدك على مكان كان في حد كح عليه او عطس عليه او ايا كان. الانكيوبيشن بيريد من 14 ل 18 يوم، اللي هي ايه؟ اللي هي الفترة اللي بيقعدها قبل ما تظهر الأعراض، يعني من ساعة ما دخل الفيروس لغاية ما تظهر الأعراض على المريض، بتبقى من 14 ل 18 يوم. حلو. طيب تعالوا بقى نتكلم الكلام الكبير بقى، الباثوجينيسيس. بصوا احنا قلنا ان الفيروس هيخش عن طريق الابر ريسبيراتوري تراكت. حلو.
عن طريق بقى الكونتاكت والدروبلت وكل الكلام ده. في الاول الفيروس هيربليكيت في الابر ريسبيراتوري تراكت والليمف نودز اللي هناك اللي هي في النك، وبعد كده هيعمل فيرينيا يعني هيخش الدم. ما احنا عشان كده، ما هو ازاي هيوصل للسليفري جلاند طالما بيخش عن طريق الريسبيراتوري تراكت؟ هيوصل ازاي للسليفري جلاند؟ بعد ما بيعمل مالتيبليكيشن عشان يزود عدده ويكون عدد محترم كده يقدر يعمل لي انفكشن، هيخش الدم يعمل لي فيرينيا. فيرينيا فيروس في الدم، هيروح بقى عن طريق الدم للسليفري جلاند وكمان لحتة تانية. السليفري جلاند، الاوفريز والتستس، المننجيز والبنكرياز، هيروح للاماكن دي كلها. طيب طالما هو الفيروس بيروح الدم، يبقى احنا هنقدر نلاقيه في الدم من بعد من 3 لـ5 ايام بعد ما المرض يبدأ، بعد ما يخش الفيروس. لو سحبت دم من العيان ده او لو سحبت عينة سلايفا هلاقي فيها الفيروس بعد 3 او 5 ايام. وكمان ممكن الاقي الفيروس ده في اليورين بس بعد 10 ايام من لما الفيروس دخل. الكلام ده هيساعدني جدا في التشخيص. بس تعالوا نقول الكومبليكيشنز الاول. احنا طالما قلنا ان الفيروس ده هيروح للاماكن ديت اللي هي السليفر جلاند، التستس والاوفريز، المننجيز والبنكرياز، يبقى اكيد الكومبليكيشنز ان هو يعمل فيهم انفلاميشن، اسبتك مننجيتس. ليه اسبتك؟ ليه بنقول اسبتك؟ عشان اسبتك يعني جاي من بكتيريا، ان هو ما فيهاش بكتيريا، ده فيروس بس عمل برضو انفلاميشن في المننجيز. هيعمل لي بانكرياتيتس، اوركايتس يعني انفلاميشن في التستس، وممكن يؤدي الى ستيريليتي، ممكن يؤدي الى العقم، و اوفرايتس انفلاميشن في الاوفريز. تمام، يبقى احنا كده قلنا الكومبليكيشنز. طيب ازاي العيان بقى هيجيلي هيشتكي من ايه؟ هو هيجي هيكون غالبا طفل، يعني اللي هيجي هيشتكي من وجع وانفلاميشن في الباروتيد جلاند وممكن اذر سليفري جلاندز، بس اهم واحده بتبقى افكتد هي الباروتيد. هيجي لي يشتكي من سخونيه، وكمان في ساعات الحالات بتكون اسيمتوماتيك ممكن ما يجيليش اصلا. طب وانا هشخص ازاي بقى المريض ده؟ هو اسهل حاجه واهم حاجه هي كلينيكالي. يعني انا هلاقي يعني ايه كلينيكالي؟ يعني هيجي لي حد عنده انفلاميشن وسويلنج ووجع في الباروتيد جلاند، هيبقى سهل عليا قوي اتوقع ان ده مامبس فيروس انفكشن. بس عشان نكون متاكدين وناخد الخطوات كلها، ممكن ناخد سبيسيمن من السلايفا عشان احنا قلنا ان الفيروس بيظهر فيها بعد من 3 ل 5 ايام. السي اس اف، السيريبرو سباينال فلويد، عشان برضو احنا قلنا الفيروس ده بيروح عن طريق الدم للمننجيز، فممكن الاقي الفيروس هناك. وبيروح كمان اليورين، احنا قلنا هنلاقيه بعد 10 ايام من الانفكشن. طبعا اكتر حاجة هتكون مؤكدة لو عملت بيها الدياجنوسز هي الار تي بي سي ار. الار تي بي سي ار ليه بنقول ار تي؟ ار تي اللي هو ريفرس ترانسكريبتيز. الريفرس ترانسكريبتيز ده معناه ان الفيروس ده النيوكليك اسيد اللي جواه ار ان اي مش دي ان اي، عشان لو دي ان اي هعمل له بي سي ار وكتر الدي ان اي عدده واقدر اديتكت وخلاص. انما طالما قلت ار تي بي سي ار يعني ده معناه ان الفيروس ده عنده ار ان اي، عشان انا هحتاج انزيم اللي هو ريفرس ترانسكريبتيز عشان يحول لي الار ان اي بتاع الفيروس لدي ان اي، واقدر بقى ادخله البي سي ار واكتر عدده وادتكت الفيرال نيوكليك اسيد. وطبعا الحاجة اللي احنا بنقولها مع كل الدياجنوزز هي الإلايزا، وديت بتكون عشان أدتكت الاي جي ام، الاميونوجلوبولينز، الانتي بوديز اللي طالعة ضد الفيروس ده، يا الا اي جي ام وديت اكيوت انفكشن هتأكد لي ان ده اكيوت انفكشن، يا الا هلاقي اي جي جي بس هتكون يعني هلاقيها كترت 4 فولدز. يعني ايه؟ يعني انا هيجي العيان هاخد منه عينة سيرم هدور فيها على اي جي جي هلاقيها رقم معين مثلا اكس، هيجي لي بعدها باسبوعين اخد عينة تانية ولو لقيت الاكس دي بقت 4 اكس، يبقى ده معناه ان في انفكشن بالحاجة المعينة طبعا اللي انا خدت منها الانتي بوديز، يعني او اللي انا جايبه لها انتيجين معين. خلاص يبقى احنا كده خلصنا الدايجنوسيس وعرفنا نشخص. اخر حاجة البريفنشن.
البريفنشن اكتيف ايمونايزيشن. يعني ايه اكتيف؟ يعني هخلي الشخص اللي هديله الفاكسين ده هو اللي يعمل الانتي بوديز بنفسه، الجسم هو اللي يصنع الانتي بوديز. الفاكسين بيبقى نوعه ليف اتنويتد، يعني مضاعف بس عايش بس مضاعف. بعمله ازاي؟ بحط الفيروس ده على كالتشر كده فيها سيلز من التشيك، التشيك اللي هي البيبي بتاع الفرخة. ليه؟ عشان ده فيروس، ما ده فيروس مش هيقدر يجرو كده ويمالتبليكيت على ميديا عادية، لازم احطه جوه سيل ويخش جوه السيل ديت والخلية عشان يتكاثر ويقدر ان هو اعمل منه الباكسين. MMR، ايه MMR ده؟ MMR ده اختصار ميزلز مامبس روبيلا. احنا اي نعم بنقول ان ده الفاكسينيشن بتاع المامبس، لكن الفاكسينيشن ده ساعات بحطه كمان مع فاكسينيشنز بتاعة ميزلز وروبيلا ودول فيروسات تانيين. يعني اسمها تراي فيلنت، تراي يعني تلاتة، تراي فيلنت يعني تلاتة فاكسينز، ميزلز مامبس روبيلا. او ممكن اديه مونو فيلنت عادي كميزلز لوحده، يعني كمامبس لوحده. سوري، بدي تو دوزز، والتو دوزز دول بيدوني لايف لونج اميونيتي، هاخده مرتين وبعدها هبقى تمام، هبقى تحصنت من المامبس فيروس والكومبليكيشنز بتاعته. طب تعالوا كده نقول من الاول المامبس فيروس ونلخصه. هو قال في الاول الابيديميولوجي ان هو بتنفكت بس الهيومنز، والانكيوبيشن بيريد بتاعته من 14 ل 18 يوم، وبتخش الجسم عن طريق الدروبلت او الكونتاكت. حلو. الباثوجينيسز احنا قلنا ان هي بما ان هي دخلت عن طريق الدروبلت والكونتاكت يبقى هتخش الابر ريسبيراتوري تراكت واللوكال لينف نود وتعمل مالتيبليكيشن هناك، ولما تعمل مالتيبليكيشن تخش بقى على الدم تعمل لي فيرينيا وتروح لسليفر جلاند ومننجيز وبنكرياز وتستس واوفريز وتعمل لي فيهم كلهم كومبليكيشنز، يعني اوفرايتس واوركايتس، انفلاميشن في التستس والاوفريز ومننجيتس بانكرياتيتس. تمام. الكلينيكال بيكتشر هشوف العيان هيجي لي ازاي. هيجي لي عنده سخونيه وبيشتكي من وجع وانفلاميشن في الباروتيد الا ابر سليفري جلاندز. هشخصه يا كلينيكلي يا الا هاخد منه عينه سلايفا او سي اس اف او يورين. واحنا قلنا ان في اليورين، قلنا ان في اليورين بيظهر الفيروس بعد 10 ايام من الانفكشن، انما في السلايفا والبلاد بيظهر بعد من 3 ل 5 ايام. يا اما طبعا هعمل الحاجه الاكيده البي سي ار، بس افتكر ان هو ار تي بي سي ار عشان لو جالي في الام سي كيو ما اختارش بي سي ار، بي سي ار لوحده يعني لازم اختار ار تي بي سي ار. يا الا اعمل اليزا وادور على اي جي ام او اي جي جي. والبريفنشن طبعا الفاكسينيشن، يا اما ادي مونوفالنت كمامبس لوحده او تراي فالنت مامبس ميزلز روبيلا. ايه نوعه؟ ليف اتنويتد يعني عايش بس مضاعف. هدي جرعتين وهيديني لايف لونج اميونيتي. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم فريق اكسبلين يور سيلف. عايزين نكمل موضوع الجي اي تي مايكروبيولوجي، وهنبدا بالاورجن اللي قدامنا ده. الاورجن ده مين؟ ايوه الاسوفاجس. عايزين ناخد الاسوفاجايتس. الاسوفاجايتس غالبا هتيجي في patients with reduced cell mediated immunity. طب ليه؟ احنا مش احنا قلنا في الاول خالص ان الاسوفاجس اصلا نورمالي مكان مفهوش نورمال فلورا، فلو حصل فيه infection يبقى اكيد الشخص ده عنده reduced cell mediated immunity. طيب عايزين نعرف عنه شوية حاجات بسيطة. الكلينيكال بيكتشر العيان ده هيشتكي من ايه؟ بيقول لك هيشتكي من اوداينوفيجيا وديسفيجيا. ايه الكلام ده؟ اوداينوفيجيا يعني pain on swallowing. يعني ايه؟ يعني لما اجي ابلع هحس بوجع كاني زوري بيوجعني كده بالظبط. طيب وديسفيجيا؟ ديسفيجيا يعني difficulty in swallowing، انا اصلا مش عارف ابلع، عندي صعوبه في البلع. حلو. طيب ايه الحاجات الاورجانيزم اللي هتعمل لي اسوفاجايتس؟ احنا كنا قلناها في السلايد الاولانيه، بس لو جان قال لك مثلا انيوميريت او حاجه. الكانديدا الفانجس ده كانديدا البيكانز ده الموست كومن كوز اوف اسوفاجايتس. والهربس فايروسز دولت مجموعه فيروسات بس ديت الليست كومن كوز. واحنا قلنا ان كل دول هيحصلوا في عيان عنده ريديوسد سيل ميديتد اميونيتي. طيب ازاي هشخصه وعالج الراجل ده؟ احنا
قال لك لو وديت دواء اسمه فلوكونازول هي امبروف الكانديدا اسوفاجايتس، يعني هتدي العيان ده اللي عنده اوداينوفاجيا وديسفاجيا فلوكونازول. حلو، لو لقيته اتحسن يبقى ده كان اسوفاجايتس وده كان كانديدا، ما كانش مثلا هيربس فايروس. لو ما حصلش الكلام ده يبقى هتشوف بقى، هتجرب حاجات تانية. لو لقيته استجاب للفلوكونازول يبقى حلو، هتديله فلوكونازول لغاية ما الكانديدا اللي عنده ديت نعمل لها ايراديكيشن. طيب احنا كنا قلنا برضو الكانديدا ديت بتعمل حاجة اسمها اورال ثراش وبتنفكت الماوث يعني. طيب الاورال ثراش ده لما بيجي في الماوث بيجي زي الصورة اللي انتوا شايفينها، بيعمل وايتش سودو ممبرين. يعني ايه سودو ممبرين؟ يعني لو جيت اقشره هيتقشر معايا، معمول من epithelial cells واليست اللي هو الفانجس نفسه. بس كده، هو ده الكلام اللي احنا عايزين نعرفه عن الاسوفاجيتس والاورال ثراش. الوايتش ممبرين ده مش شرط بس يكون على التونج، ممكن برضو يجي على الليبس نفسها، على الشفايف وعلى البالت من جوه والجمز اللي هي اللثه. يبقى احنا قلنا الاسوفاجيتس ده غالبا هيجي في عيان immune compromised عشان هو نورمالي مفهوش نورمال فلورا. الكلينيكال بيكتشر بتاعته هيشتكي من اوداينوفيجيا وديسفيجيا، وقلنا معنى الاثنين. الكوزيتيف ايجنتس الموست كومن هي الكانديدا والهربس فيروس ديت الليست كومن. ازاي هدايجنوز؟ هدي العيان ده فلوكونازول، لو اتحسن يبقى انا كده قدرت اتعرف على ان ده كانديدا وان ده اسوفاجيتس. بالنسبة للأورال ثراش اللي بيجي في الماوث ده بيكون شكله عامل ازاي؟ عشان هدايجنوز كلينيكلي طبعا هلاقي ان هو وايتش سودو ممبرين، سودو ممبرين يعني لو جيت اقشره هيتشال، وهلاقيه معمول من epithelial cells واليست نفسه اللي هو الفانجس.